شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب بالنور مطرف شالة بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحباب ايه عمي ابو لمعي هاد الحرف شو هو الف الف عمي شو ايوه الف سيدي يا عيني عليك وهاد الحرف شو هو اب باء عمي باء مو اب باء شو هالحكي اللي شايفه مكتوبه اب عمي هيك بتنكتب ولما بدنا نلفظها منقول باء مو اب منت علينا سيدي كمل يا عين علي طيب هذا الحرف شو منقول له ات تاء عمي تاء مو ات إيه لا شو هالحكي هذا لك استاذ بلشت فت برات الصحن يا عمي هذا الحرف وقت منكتبه منكتبه هيك بس وقت منقول اسمه منقول تاء تاء مو ات لا إله إلا الله محمد رسول الله طالما هيك عم تقلي تاء ليش ما بتحط التي وبتحط لي عصايب آخرها يا عمي نحن وقت بدنا نكتبها بنكتبها هيك بس وقت بدنا نقول اسمها منقول تاء مو ات لا إله إلا الله محمد رسول الله عمي انت هيك عم تضيع وقتي وقتك وهيك ما بيمشي الحال أخي منهاش هو غير منهاجنا يا عمي أبو لمعي شو هاي منهاجكم ومنهاجنا هو كلياته منهاج واحد ما في غيره
أخي شو أعمل لك أنا؟ منهاجنا غير منهاجكم، أعطيني إياها من الأخير. لا إله إلا الله. لا تعصب علينا أستاذ أحمد رو، كتبنا عقد شي عم نأخذ ونعطي. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب روق لي حالك هلا وارتاح شوي، رايح جيب لك ضيافي وإجي، ومن هون لروح وارجع يرضى عليك. خليك على منهاجي. من تعلين. لا تقول لي بزمتك. مساء الخير. هلا هلا. مساء الخير. هلا يا وليدي، ان شاء الله نمت وارتحت بالنومه. والله يا عمي هالاكله ذبحتني ذبح، حطيت لك راسي على المخده ورحت ساحب لك اياها نومه مثل الاتيه. الظاهر يا وليدي ما انت خارج هيك اكلات. يا عمي انا من اول ما اجيت لعندكم قلت لكم انا ماني قدكم. لا عاد قوم 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 العب وتسلم. لا لا ما بدي العب. ليش يا وليدي؟ عمي والله العظيم لسه النوم اخر علي. خلص العب وانت اتفرج. العب يبا. لقيت ان محمد يخاف يخسر قدامك. لا انا مشان هيك عم احكي. لا عاد قوم العب. قوم يلا. ايه هلا عمي بس روح على الشام بدي اقول لهم اني غلبت للطبراوي. عاب عمي يلا يلا طول. بلش يلا. ها يلا يوبا بعد هين واحدة. لشوف شو بده يطلع معك. الله يخلينا ياك يا رب وما يحرمنا من صوتك عليك. لك الله يرضى عليك انت واخواتك يا حق. شو بدي اقول لك يا ابي؟ شو يا ابي؟ هو يعني في موضوع بدي احكي معك بس والله خجلانه منه. مريم اذا مشان قصتي اللي صارت معي الله يخليكي غير السيره. لا لا يا ابي مو مشان هالسيره. بصراحة يا بي يعني صار لي أكثر من مرة عم روح على بيت معارف جوزي حسان مشان أحكي معه بالتليفون وأطمن عليه. إيه إيه فيعني إذا في مجال من بعد إذنك جيب لنا تليفون لهون على البيت بصير باخذ راحتي بالحكي معه أكثر. تكرم عيني يا بي. وكمان في موضوع تاني بدي أحكي معك. شو يا بي؟ يعني إذا في مجال من بعد إذنك تجيب لنا راديو كمان. لك مو على راسي، لك على نافوخي. أنت بتأمري أمر. ربي يديمك من عالي سما ويرزقك ويطول بعمرك. وين العيلة؟ بيت المونة عم يحضروا العشاء. انت جنابك يا بفوت على اوضتك غير ثيابك وبتلاقي العشاء جاهز. حاضر حاضر. يا الله استبينا عمي احمد. استبينا عمي. الله يرضى عليك. كيف بدي اياك مرن وسلس ومليس. بامر عيونك انا عمي. يعني استبينا على منهاجي. يا سيدي على منهاجك. الله يرضى عليك. يلا السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. بكرة على نفس الموعد ان شاء الله. عمي ان شاء الله. الله معك. لك افتكاره شفتيني وانا عم اخذ اول درس باعاده تأهيلي. تقبر قلبي على طولة هالبال والاصغاء يلي كنت متحلي فيه. لك شو قالوا لك الشغله شعيره بعيره؟ الشغله بدها اصغاء بدها مخ باطئ. بس بيني وبينك ابن عمي خير. ما بتزعل؟ شوفي وليه اخذ الدرس هلا تازة. اذا في شيء بده يعكرني بدي طبق البيت كله فوق راسك. لا ان شاء الله ما في شيء بيعكرك. عوم بوحي. والله جاي عبالي يصير مثلك معلمه ومسقفه. سدي بوزك وليه؟ انا ما عندي حريم تتكشف على الغرب. مين قال لك بدي اتكشف على الغرب؟ لك عشان بدها تزبط هاي الشغله قيل عن قال ما بتزبط. بتزبط مورا شباك بيت المونه. صايرة وصايرة. أنت عم تأخذ الدرس بأرض الديار وأنا بسمعه من جوا من ورا الشباك. فيها ثقب نظر. الله يوفقك كرمال النبي توافي. خليني أصفر فيها شوي. إيه ما بدي صفن ابن عمي. ما بدنا نسأل الأستاذ أحمد. وليش بدك تسأله؟ إيه ما رح يدرى. بلا شو هي اسمها سرقة هي. يا خلص اسأله. شو صار معك مشان تدايم حسن؟ شو رأيك أعمل لك فنجان قهوة وأرجع لك؟ قاعد يعمل لي فهمان. قال مبين القصة منهاجنا غير منهاجه. طبل هذا طبل. أهلا
الله 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 على بنت الحايب. الله الله يسلمك يا رب. أنا صباح أفندي على سن ورمح. هذا أنت يا ابن الحلال؟ نعم، صباح أفندي بشحمه ولحمه. شرف تفضل. لا مو حلو فوت لعندك على البيت يعني وأنت لحالك. لا لا مو لحالي، شنو هذا بيت العيلة، وأختي سميرة وأولادها ساكنين كمان بالبيت. شو الحكي؟ أي نعم، وفوق هالشي مو في بيناتنا قربة؟ مضبوط، وهذا شرف كتير كبير إلي، بس يعني بيني وبينك ما لي حابب الفوت على البيت. يو لكان ليش جايك؟ عشان نحكي عن بعض؟ لا بس يعني بصراحة أنا جيت جيت مشان أسألك عن القماش إذا عجبوك ولا لا. أي صحي ذكرتني، سلم ديابك يا حق، انتظرني دقيقة رح شبك حقهم. لا 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 ما في داعي، لأني ما بحب أقبض بالليل مصاري، يعني ما بحب أقبض مصاري بالليل. شو رأيك جنابك تجي لعندي بكرة على الدكان ونتحاسب هنيك؟ إيه بصير كمان. قبل ما أمشي تفضل. صباح أفندي. الحديث بنهار أخذنا وما سألتك أنت ليش رجعتي من بيروت؟ ظروف. ظروف؟ يعني بل ما نقولية، وشو هي هي الظروف؟ اختلفت أنا وجوزي. يا لطيف. اي نعم. وبعدين حلف علي يمين بالطلاق. اعوذ بالله، هذا اللي صار. طيب والولاد؟ بقيوا عنده. الله اكبر. الله افضل من الجميع. صباح افندي. لا اله الا الله، محمد رسول الله. يلا ما بدي اطول عليك، تصبح على ورد وفل وياسمين. هلا اذا رحتوا لعند الشيخه حفصه ولعند الشيخه سميه طلعت ايدها بقى. سيري يا طالب الله يرضى عليك، بدكم تقنعوها لحتى تتجوز. والله تقبر قلبي، انا مو طالع بايدي شيء، بنتك صالحه هي اللي معنده وراكبه راسها. طب شو الطريقه بقى؟ انا وياكي مو دايمين ليا ام طالب. بعدين ما تنسي هذا شرع رب العالمين عز وجل وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الف مره والف كره. بعدين مثل ما حكيت لك يا ام طالب، هذا فرمان من اعضوات الحاره، ما بدي بكره الناس تقول والله شو زعيم الانوات مشى الفرمان على كل بنات الحاره الا بنته. تقبر قلبي، انت طول بالك شوي، الشيخة حفصة وعدتنا انها تساعدنا. ان شاء الله يا رب، لانه ما بدي اجبرها، انت بتعرفي صالحة شو بالنسبة لي. لا تقبر قلبي طول بالك، لا تقوم تعمل بحالها شي كاينة. لكان لا اقولها شي فتوى. امرك تقبرني امرك. رشدي، لك وين بيروح الزلمة يا رشدي؟ وينك يا بني ادم؟ خير خير شبه. تعا يا رشدي، لك ناقشت معنا ناقشة وراح نصير من أكابرية الأمم والبلدان. لك شلون فهميني؟ لك إيه تعال أقول لك شلون. قولي لشوف. عود وهي قاعدة تقولي. اسمع شو بدي أقول لك ولا تقاطعني أبداً. ها إيه قولي يلا. فوق المية ذهبية يلي راح تعطينا ياهن لمعاد خانو. إيه قولي احكي. لك أنا ما قلت لك لا تقاطعني لخلص. يستر على عرضك، احكي بسرعة لأنه أنا وقت بتيجي سيرة المصاري بصير بدغير مثل الكنار. ما بيساير فوقهم في 700 ذهبية حلال زلال إلي وإلك. ليك لا وفي 100 من قبل، يعني صاروا 800، يعني رح نصير بمقام بيت البكري. وأهم أهم كثير.
هلا المهم فهميني كيف بده يصير المصاري بين ايدينا. ها انت عيني، راح نهرب لمعاد خانه من الحبس. لا لا يستر عرضك، هاي السيره ما في من وراها غير قعده على الخازوق. لا قعده على الخازوق ولا قعده على الترابيزه. شبنا شلون وهي محكومه اعدام؟ انا راح فهمك شلون. لا يستر على عرضك، لا تورطي لي حالك مثل هذيك المره. ما نفرتي منا الا بألف يا ويلا، بس هالمره ما في منا غير معوشنا على الخازوق. تكلقيني من المره الماضيه والمره الجايه واسمعني شو بدي اقول لك. ما بدي لك يا فهمان، نحن ما رح نبقى بهالبلاد كمان. إيه لكان لمعاد خانوم رح تاخذنا معه على بيروت. يعني ممكن ننفر ببيروت؟ لك نحن رح نكون بحماية لمعاد خانوم وحولها وحواليها، ورح تعيشنا سلاطين وأمرا، ورح تاخدك على بيروت تعالجك. ولا بدك يانا نضل عايشين هيك عدمانين وشحادين؟ سكينة لا تلعبي لي بعقلي يا حبيبي. انت اسمع اللي عم بقلك عليه ونفسه بالحرف الواحد. هاتي لشوف شو اخرت معك. شو هالحكي يا سميحة فندي؟ وليش مستغرب تنعدم وحده مثل لمعات المحتسب يا ابو طالب؟ مالي مستغرب. كيف مالك مستغرب والدهشه على وجهك؟ طير جنابك، تاكدت 100% انه انعدمت؟ طبعا يا ابو طالب. ولو طب دخيل عينك سميحة فندي، هلا هيك مجرمين وين بيعدموها؟ على الاغلب بساحه المرجي.
ليش لكان لساتي متشكك وعلي عم بيقول لي انها عايشه بعكس كل معارفي اللي اكدوا هالشيء؟ لك حتى بعد ما سميح افندي جاب لي الخبر انه تنفذ فيها حكم الاعدام لساتني كمان متشكك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والحل يا امت محمد الحل. كيف بدي اقطع الشك باليقين واخلص من هالسيره؟ اسمع، وشك على المرجع، على يمينك جنائية وكل المحلات وكل الناس هنيك، ما بتخلي حدا إلا بتسأله من شهر لهلا في حرمان عدمت ولا لا؟ ليش عم يبطلين؟ لا تسألني ليش، عم بيقولوا لي هون إنه العدمت وماتت وشبعت موت، بس إذا تسألني إلي بقول لك لا، أنا شاكك. امشي امشي. جاب ابو طالب على الاصل العدلي برايك؟ شيخ الله اعلم. تعرف شو عم يخطر على بالي؟ قولي شوي. اذا الموظف ما استعجل بعد الوعات بدي ابعث له خبر لابو طالب. شو بدك تخبره لابو طالب؟ بدي خبره انه لمعات لساتها عايشه. ايوه، لانه ما رح يهون عليه انه تضل عايشه بعد كل الفصول اللي عملتهم فيه. وانت قلت شريك؟ عم حاكيك مزبوط. البيتنجان بهي معك حق يا ام عبدو. ايه لا، زودتيها كثير هيك يا ام طالب، وطالما صايره وصايره رح احكي قدام الحاضرين اللي حاحكي انا بقى. اسمعوا، الحاضر يحيى من الغايب، من يوم ورايح بتشيلولي ام عبدو وبتنادولي ام يحيى. شو بتنادولي؟ يحيى. هيك هاي السيرة بدها حلوانة يا ست ام يحيى. يا ستي لقطتك الشيخة حفصة. شلون؟ فهموني. بعيني بعيني، يعني بدها أكلة شربة تحلاية لحتى نصير ناديلك ام يحيى. ايه والله يا شيخة عم تحكي مدوزن. لك متكرة مع عيوني، لك غالية والطلب رخيص، إلكن عندي أكلة مجدرة، معلفة تحكي عنا البلدان والأمم كمان. بس يعني سوني إم عبدو دداخلي على الله وعليكن، نادولي إم يحيى. هيك ها. ويامو يامو يا حريم. يلا يلا شرف شرف عم يبعنات شرف. يلا يلا يا ستار. هذا البيت قدامك، قلبه مثل ما بدك، فوقاني تحتاني. توكلنا على الله ونعم الاتكال. البيت باسمك عمي؟ ايه طبعا باسمي. خلينا نشوف الغرف فوق. ايه حقك بيصير. يلا يلا شرف عم يبعنات. يلا 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 شرف.
حلمي وعدلي مو أفتح مني ومن جوزي، ليك أجيت على رجليها. يو إيه وبلاها هالعيشة المسخمطة بالشام، إش كان رح تعيشنا الخانوم عيشة الأمرة والسلاطين ببيروت. شو جاهزين؟ إيه جاهزين. يلا بقبريني خلي نسكي طبيعي من النسوان. لا لا أنا ماني طالعة، أنت اطلعي. لك مو حلوة كل نسوان الحارة عم يسألوا عنك، وخلصت أختك مالها الشام وما بدك تطلعي؟ مريم ماني طالعة خلص. لك شو بك يا حبيبتي، شو صار لك؟ عم قلك مو حلوة مو حلوة النوب. يا مريم أنا عم بخجل من تطليعات النسوان علي. إيه لا تخجلي ما رح ياكلوا في الشام، عم سكي من قديها بتطلعي. إيه ماني لابسة برجلي. إيه لك كنت بدك على صدر رجلي بس ما بتطلعي. يلا تقبريني أنت حبيبتي. شرفتوا ونورتوا. تسلموا، هذا من ذوقكم يا جماعة، والله خجلتوني. نورتي الجلسة آنسي صالحة. تسلمي يا ست سميرة. إلا هيك ما بيمشي الحال، تقبريني لازم تعملي فتلة وتغني لنا غنية كمان. لا خالتي أم عبدو والله بخجل. وإنتي قلتيها يا أم عبدو. لك أم يحيى، أم يحيى شو لعينها بشوي؟ بس بتغنوا معي. يلا خالتي صالحة شحني، وأنا كمان رح دقلك على الدربكة. طالعة من بيت أبوها رايحة البيت الجيران، فاطمة سلم علي يمكن الحلو زعلان. سيدنا محمد رسول الله. معناتها شرف معي لنحن نسكر البيع، وبكره بننزل على المحكمه بتفرغ لي البيت وبتقبض حقه وشندي. ماشي اتفقنا. شرف شرف سيدي شرف. يلا يلا صلي عليك يا نبي زيت البيت. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا رب يا رب الله يسلم هالإيدين ما شاء الله تبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يسلمه ويخليه ويجعله من أولاد العز والتقوى بإذن الله الله يسلم لكم يا بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله الله يسلمه بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله الله يحمي لكم يا رب رافع عليك بسم الله الرحمن الرحيم تربى بالعز إن شاء الله من إيد لإيد تكبر وتزيد يا تقبرني إن شاء الله ألف ألف مبروك كتير هيك ست سميرة ما في شي من قيمتك يسلموا عشبه يا رب بعزكم ودلالكم لك يسلم هالإيدين إن شاء الله إلهي ربي بيعود عليكم ومرد لكم إياها بإذن رب العالمين بالأفراح والآيل إن شاء الله الله يعني كلها تقبريني قوي تشكلي قاسي عميلك فتلي يلا وانتي قلتي يا يا أمشو نحيا نحيا أيوة هيك ها هيك بدي إياكي قومي تشكلي قاسي لا بلاها وحدي الله لا اله الا الله بس مو حلوه يعني المخمسه تبعيتك تبريني وما تعملي فتله قومي يا قلبي قومي تبريني اعطيني هالدر بكي يلا قولوا الله يا رجال عي يا نسوان يلا 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 يا نشاب يلا تبريني يلا ياسمين الحقيقة يا أبو طالب بعض العائلات اللي استفسرنا عنهم ممكن يتعالجوا هون بالشام كتير كويس وفي غيرهم لازم يتعالجوا ببيروت لأنه مثل ما بتعرف الطب ببيروت متطور أكثر من عنا بالشام هي الحمار الحمار طيب التكاليف انحسبت شيء ولا؟ طبعا طبعا والتكاليف عند أخي أبو راشد كله محسوب يا أبو طالب ما بنخبي عليك بعد الأسئلة والاستفسارات طلعت التكلفة بتكلف كتير كتير أي مو مشكلة شيخنا مقدورين عليها بس نحن بحاجة لتأمين هذا المبلغ بأسرع وقت ممكن يا أبو طالب ما في مشكلة صباح أفندي هلا أنتوا شوفوا ديوان الزعامة قديش فيه إذا ناقص أنا بساهم وهذا من خير رب العالمين وخيركم الله يبارك فيك طول عمرنا متعودين على أفضالك الله يخليك الفضل لله بالنسبة لموضوع الحريم اللي حكينا عنهم كلهم حصيناهم وما بقي غير نحكي مع الشباب هل بدنا نختار لهم ياهم أبو راشد بس عطوني اسماء الحريم واسم عيالهم الشباب انا بحكي معهم الله يبارك فيك يا ابو طالب وهيك بنكون عملنا شغله منيحه كتير وكسبنا فيها الثواب لا تواخذونا على مقاطع يا رجال عمي ابو طالب بدك شيء مني خلاص استغفر الله يلا السلام عليكم الله معك طيب يا جماعه تكي على خان ابو راشد شوفوا التكاليف بالريالي يلا انا سوي اذنك يا ابو طالب صراحة يا أخوان أبو طالب مو على بعضه في شي شغله أكيد أكيد هذا كلام مظبوط أكيد في شي عظيم شغله ماله الرجل شغلته كبيرة كتير الله يكون بعونه مظبوط يا سيدنا بس يحطنا بالصورة بركي نقدر نساعده هذا طبعه
هلا اتركونا من هالموضوع. اكيد ابو طالب لما بيرجع لطبعه رح نفهم منه كل شيء. سادات صحيح. على بركة الله. اسف، كيف بدنا نحسب التكاليف على دوز بارا؟ هي بدها طبيب مختص. مزبوط. انا رح اشوف احد بعرف الاطباء وخليه يحسب ليها على القرش. شو هالحكي؟ اذا كان مو عاتبينا بالمرجي وين بده يكون منفسين الحكم؟ يا عمي ابو طالب، انا عم بقول طالما كل المصادر عم تقول انه منفس فيها حكم الاعدام، خلاص انت ريح بالك من هالسيره. عمي طلال الله يرضى عليك، انا بدي اقطع الشك باليقين. ايوه تعرف هذا الفصل ما حدا بيساوي غيره، وانا شاكك انه لساته عايشه. لكن كيف بيقولوا لك معارفك انه منفس فيها حكم الاعدام اذا مو منفس؟ عمي اللي بدهم يحكوا يحكوا، انا شاكك انه لساته عايشه. بعدين هذا الفصل مثل ما حكيت لك المره الماضيه ما حدا بيساوي غيره، ما حدا له مصلحه غير هي. شو هالحكي يا عمي ابو طالب؟ مثل ما عم بقول لك، عشان هيك انا ضايج وراسي واجعني الليل ما عم نام. طيب يا عمي ابو طالب، بركي بعد ما خططت للسيره انعدمت. معقول؟ طبعا ايه، لانه معارفك مالهم اي مصلحه يكذبوا عليك. شو بنا لك عمي؟ غريب انت عن القصص بالقصر العدلي. شو قصدك عمي؟ بقرشين بيموتوا ناس وبيعيشوا ناس، بفرنجين بيسفروا عالم وبيجيبوا عالم. ايه والله بهي معك حق. مشان هيك عمي انا بدي اقطع الشك باليقين. وانا معك على الموت زعيم. كفو عمي كفو. عمي قبل ما انسى، تأمر زعيم. الله يرضى عليك، بس تفضل سير على السوق واشتري راديو ووصله عنيك. امرك. وبعدين تطلع على دائرة التليفونات بتشوف المدير، بتقول له بيسلم عليك عمي ابو طالب الانواتي، ويا ريت تمدد لنا خط على بيته بالسرعه اللازمه. امرك زعيم. انا رايي كمل اجتماعي. على راسي. الله معك زعيم. الصندوق اللي امرت باحضاره ابن حميد. لك يقبل بربك يا صهري شو سريع. هذا احلى صندوق بالشام كلياتها. اي والله ان شاء الله اكد لك بحشتها. ولو يا ابن حماي بدنا خدمه تحرس سيدي. فعلا فعلا جخه فعلا جخه. يا زلمتي وديني احلى واحسن منها. مظبوط. لك لك كل مسؤول ولا ترتيبه. لك يقبرني ربك يا افشاك شو فتح. من بعضي ما عندكم. يرضى عليك صهري، املي هالصندوق قديم وحط لي صندوق الجديد يلي صار بعهدي. تأمر ابن حماي. لك يسلمني عهدك شو مشري؟ لسه ما شفتوا شي. الانفتاح بده يصير عنكم بالسطل بإذن الله. يرضى عليك، املي هالصندوق القديم الأنتيكة تبع الشيخ بلال وحط لي صندوقي. هذا اسمه صندوق العهد الجديد. حاضر ابن حمي. أبو لمعي، مو لازم تورجي للزعيم أبو طالب والعضوار مشان يشوفوا الإنجاز العظيم يلي قمت فيه. مظبوط. شلون راحت عن بالك هالقصة مع أنه حلوة وبتنومس؟ لا، هذا اسمه استهتار واستهزاء. نحن ما منورجيهم الصندوق، نحن بدنا نورجيهم شو فيه جوات الصندوق. حلو. لك شو الذكاء؟ منين بتجيب الذكاء لك ابو لمعي؟ لك يبرني اللي خلقها، لك يبرني اللي خلقك شو مقرقع بالسياسه؟ لك اقرقع سلمي شفته بعمري. يا اخي يا اخي فعلا انت اهل المناصب. لذلك يا اخوان بطلب من كل فرد بيناتكم يفتر على حبايبه ورفقاته مشان نعبي الصندوق الجديد ونورجيهم انه الصندوق الجديد اتعبى بعهد ابو لمعي اللي بيحكي ما بيلعب. هي سهله. لعيونك لعيونك ابو لمعي. الله لا يحرمني اياك يا ابو شاكر. لذلك اطلب منكم فردا فردا التوجه الى الاحبه والاصدقاء.
لجمع التبرعات ضمن هذا الصندوق للوزير للعضوات، انه بعهدي اختلفت القصه غير بعهد الشيخ بلال. هي سهله ولكم جزيل الشكر. صغيره كثير سهله. انت بتامر عمي ابو لمعي؟ وهذه احلى كاسه شاي حلوانة الصندوق الجديد بعهد ابن حماي ابو لمعي. الله يحييك يا صاحبي. تفضل ابو لمعي. ابو لمعي الاول. شاري ابو شاكير. تفضل. اهلين وسهلين. كيف صرت بنومه؟ تفضل. شاري. استوى دياده. صهر يا حبيبي. امور. عمل لك طعم للشباب لاهل الحاره يلا. اه. عمل لك طعم شاي. ايه تمر تمر ابو لمعي تمر. يلا. اسمعي، بعد شارع الدرويشيه باربعين خمسين متر، اول عار بتجيكي على ايدك اليمين بتفوتي فيها، بعدين بتعدي من ايدك اليسار، مو اول باب ولا الثاني الثالث، بتفتحي وهي المفتاح بتفوتي عليه انت وجوزك، واوعك اوعك حدا يعرف انكم موجودين بالبيت. صار بتقولي لجوزك يجيب اكل وشرب لمده اسبوع لما اخلص اموري بالشام نسافر. ماشي بامرك. سيدي وانتو طالعين من البيت مين ما صدفتوا بتقولوا له انه جوزك لقى شغل بمصر وانت تركتي شغلك ورايحه معه؟ صار يا خانم. اوعك اوعك تقولي انه رايحين على بيروت. ماشي. لانه بيني وبينك بيروت قريبه لحشه حجر، يعني باي وقت وباي زمان وباي مكان بيقدروا يجيبونا. والله عم تحكي درر يا خانم، ونحن أساساً ما رح نطول ببيروت، يعني لبين ما بيع ممتلكاتي ولاقي ولادي ساعتها رح نسافر على بلاد الجن الأزرق ما يعرف وينا. لمتى ما طلعنا من هالبلاد لبقى نعرف عباد ولا بلاد؟ وحياتك لحتى حتكون بعيوني التنتين. الله يخلينا ياكي، هذا عشمنا فيكي، أهم شي ما تنسينا موضوع الخلفة. لا يو شو أنسى، بعدين هي القصة ببيروت أسهل بكتير من عنا. روحي إلهي يجبرك وينولك يلي بخاطرك يا حق. المهم خليكي محتاطة انتي وجوزك وديروا بالكن منيحة. ماشي قولي الله يا خانو طمني بالك. الله خانو عتب مؤاخذة انا نسيت شغلة صغيرة بس. شو؟ يعني مو في 200 ذهبية من اصل 700 هدول لعبون تهريبك من الحبس؟ والله انا اخذني الحديث ونسيت. لحظة ولا قلك خلص بعطيك اياهم لما اطلع من السجن، ما نحن رح نضلنا مع بعض. اه ايه شو عليه ليش لا؟ مشي يلا روحي. سكينة؟ ايه نعم امري. انت رتبتي موضوع الهريبة؟ عم رتبه يا خانم، الله وكيلك عم رتبه. طيب امتى يعني؟ خفيها شوي. خلص انت حطي ايديك ورجليك بمي مسقعة، لا تشيلي هم. شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحان سلم احباب القلب لا لا ولا لا يا بلا بدك
الحر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابا يوم المحن من صور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابا يوم المحن من صور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي.